البارح انتشر واحد من مقاطع الفيديو أو يمكن خلال الأيام الماضية انتشر مقطع فيديو ليوتيوبر سعودي معروف. المقطع كان مخل بالآداب فيما يخص الأطفال على حسب المحتوى الذي قدم، وكان هذا محط ردود فعل واسعة وجدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. كان محل استياء كبير، ليس على مستوى ردود فعل الناس، ولكن يمكن الاستياء هذا وصل إلى الجهات الرسمية أيضا، والمتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية صرح بأنه ستتم ملاحقة يعني هذا الشخص والقبض عليه، ومن ثم اتباع الإجراءات القانونية لمثل هذا الأمر. الشخص اللي نشر مقطع الفيديو على قناة في اليوتيوب رجع ونشر مقطع آخر يبرر فيه أو يوضح ردود الفعل اللي صارت. بعد التبرير أيضا ظل الجدل واسع ما بين من يرى من يتفق ومن يختلف، لكن كان الغالبية ربما من ردود الفعل تتجه إلى أن هذا الشخص أساء ويجب أن يعاقب. التفاصيل الكاملة لكل هذه الحكاية بنحاول نعرفها في حلقتنا الليلة من يا هلا، بناخذ الرأي القانوني في هذا الموضوع، الرأي الرسمي متمثلا في المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وحاولنا أنه نتواصل مع الشخص صاحب المقطع، وصلنا إليه تحدثنا معه ولكنه اعتذر عن الظهور أو عن أي حديث تلفزيوني أو إعلامي في هذا الموضوع. خلونا نشوف التقرير هذا ونرجع نفتح الملف. بعد انتشار مقطع أحد مشاهير اليوتيوب ظهر من خلاله في مشاهد إيحائية غير أخلاقية ومخلة بالآداب مع الأطفال، تفاعل العديد من المغردين على صفحات تويتر بردود فعل مستنكرة لما ظهر به من مشاهد على صفحته باليوتيوب. يا استمر يا ذيب الله مقاطعك، تفتح النفس ووجهك يفتح النفس، حنا يا عمك نزلنا. ليه ما تجي السويد يا الخوي؟ والله فلة هنا يا الخوي. أنا لو سألوني أي ناس يعني من الناس إيش أجمل مدينة عندك؟ السويد معروف. أنا أمي تحلف، أنا ما صدقتها بس أمي تحلف تقول مشركة شمال مقطوع بعاصمة السويد. ومع انتشار مثل هذه المقاطع التي أصبحت معاكسة لتوجهات تقنين المحتوى المقدم من خلال اليوتيوب وبقية منصات التواصل الاجتماعي ووضعها تحت المراقبة لأجل الحد من تقديم أساليب طرح مسيئة للقيم الدينية والأخلاقية وعادات المجتمع السعودي. وزارة العمل تفاعلت بشكل مباشر وأقرت ورصدت جميع حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي ومخاطبة الجهات المختصة لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية. بتر مثل هذه الظواهر والحد من انتشارها أصبح ضرورة ملحة، خصوصا مع ازدياد عدد مرتدي صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة. فهد المسعودي، يا هلا. شكرا للزميل فهد المسعودي، يسعدني أن تنضم إلي في الاستوديو للحديث عن هذا الموضوع المحامية الأستاذ رنا الدكنان، ويلتحق بي عبر الهاتف أو سيلتحق المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ خالد أبو الخيل. أستاذ رنا حياك الله. الله حياك، أهلا وسهلا، هلا فيك. أنت شفت المقطع، وش رأيك من الناحية القانونية في اللي شفتيه؟ طبعا من الناحية القانونية المقطع مسيء جدا. مسيء جدا. إيه. أو فيه نشر مادة لا أخلاقية ومنافية برضو للتعليم الدين الإسلامي. يعني إحنا لو جينا نحدد فيها أكثر من جريمة أو فيه أكثر من خطأ ارتكب في المقطع نفسه. يعني مثلا فيه ألفاظ عنصرية، فيه ألفاظ نابية، فيه إيحاءات جنسية، يعني مثلا إدخال الأطفال واستغلالهم بطريقة غير يعني جيدة أو غير سوية، هذا استغلال سيء جدا. يعتبر هذا بالنسبة لاستغلال الأطفال يعني زي التغرير، ويعتبر تغرير بالأطفال. يعني بشكل عام فيها أكثر من خلل في طيب جميل، أنا استأذنك أنه نأخذ صوت المتحدث الرسمي عشان نشوف وين وصلت هذه القضية. معي على الهاتف الأستاذ خالد أبو الخيل، متحدث رسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أستاذ خالد، دائما وأبدا شكرا لتجاوبك الدائم، وحياك الله معنا في أهلا.
مساء الخير اخي انت الرحمن. مساء الخير للضيفة الكريمة والمشاهدين. اهلا بك. الى وين وصلت القضية الان وما الاجراءات القادمة؟ طبعا احنا نسقنا في البداية مع الزملاء في الامن العام مشكورين وتم يعني تحديد مكان الشخص وتم يعني التواصل معه لكي استدعاء وبعدين احنا ايضا نسقنا مع النيابة العامة وسيتم يعني مخاطبتهم رسميا غدا ان شاء الله وتاخذ يعني القضية مجراها وفق النظام لحماية الطفل. فبالتالي يعني احنا ماشيين في اجراءاتنا الرسمية وبإذن الله يعني سيتخذ الإجراء اللي يناسب الفعل اللي تم. طيب تحديد مكان الشخص واستدعاءه صار اليوم؟ نعم. متى أي وقت أستاذ خالد؟ والله أنا حسب ما وصلني من الزملاء التقارير أنه اليوم يعني يمكن الصباح فترة الصباح أو الظهر فهذا الوقت اللي يعني أنا بلغت فيه يمكن بعد الظهر أنه تم يعني التحديد والاستدعاء وهناك ايضا يعني تنسيق مع الجهات الامنيه في هذا الشان. طيب راح للجهات الامنيه اصبح موجود عندهم الان؟ والله حتى الان لا اعلم عن يعني هل هو تم يعني ضبطه من الجهات الامنيه او لا لان تعرف الوزاره ليست جهات ضبط. هناك جهات امنيه هي المعنيه بالضبط. احنا نطبق النظام لحمايه ونرفع للجهات للنيابه العامه وهذا ما حصل. احنا يعني خطبنا النيابة العامة بس كان يعني تعرف كان ليلة البارح كان متأخر فبالتالي بكرة حيكون إن شاء الله الخطاب الرسمي يتم تنسيق. احنا نسقنا مع النيابة العامة ونرفع الخطاب غدا إن شاء الله. طيب أستاذ خالد بالنسبة لكم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وش هي التجاوز أو الإساءة اللي ارتكبها؟ وش تسميتها عندكم بالضبط؟ تحرش، إساءة، جريمة معلوماتية، إيش تسمونها؟ هي طبعا تدخل يعني فيه مادة صريحة في النظام. إذا سمحت يعني أقرأ نص المادة. تفضل. إنه يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة أو يكون من شأن استطيع على الانحراف. اللي حصل إن المقطع كان فيه إيحاءات وفيها يعني جوانب غير أخلاقية. هذا هي الجزء يعني يدخل في النص المواد. فبالتالي احنا عندنا دورين، دور للأسرة ودور للشخص اللي قام بهذا العمل. دور الأسرة لابد احنا نوعي الأسرة يعني لازم نفهمها وعلى أهمية النظام وأنه هذا مخالف وأنه ما يجب يعني الأسرة. أنا ما أقصد الأسرة اللي ظهرت في المقطع لكن الأسر احنا عندنا دائما يتم أخذ جانب توعوي مع الأسر وهناك جانب عقابي يتم عن طريق الشخص يعني اللي يقوم في هذا العمل عن طريق الجهات المختصة في النيابة العامة. فبالتالي نعم يعني شاهدنا أنه يختص في المادة هذه اللي ذكرتها قبل قليل لحماية الطفل. نعم. فبالتالي وهذا طبعا يرجع أيضا الى الجهات الثانيه لانه في النيابه العامه في مجال التحقيق وايضا في محاكم هي اللي تقرر ايضا. نعم. من ضمن احنا استاذ خالد من ضمن ردود الفعل اللي كانت موجوده عند الناس انه هنالك اشخاص كثر جالسين يعملوا تجاوزات مشابهه ويسالوا وين وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه عنهم. اللي يحصل احنا يمكن تكلمنا فيها انا عده مرات انه الوزاره تقوم برصد نحن نرصد يوميا يعني كل ما يتعلق في السوشيال ميديا احيانا ما هو بالضرر يكون منتشره يعني بشكل كبير زي ما انتشر هذا المقطع. وعلى فكره يعني انا الوزاره تفاعلت قبل حتى ما تنكسر الهاشتاجات يعني عشان ما يكون فيه انه الوزاره اللي تتحرك على الهاشتاج. لا اصلا قبل ما تظهر الهاشتاجات احنا يعني تفاعلنا مع الحاله مباشره بعد ما بلغنا لان احنا عندنا المشاركه المجتمعيه تعتبر مهمه يعني الناس يشاركوننا سواء في البلاغ عن طريق الوسائل قنواتنا الرسمية أو عن طريق مثلا حتى المكالمات أو الواتساب. فبالتالي الوزارة تتفاعل مباشرة مع أي شيء. كثير التجاوزات اللي ترصدوها مشابهة أستاذ خالد؟
العام تقريبا نفس الحالة بالضبط كانت العام لشخص وتم تحويله للنيابة العامة واخذ عقابه نفس الحالة تقريبا باختلاف الألفاظ. فبالتالي هناك حالات يتم الإعلان عنها وهناك حالات لا يعلن عنها. طيب الشخص هذا نشر تبرير، أنا ما أدري إذا كنتم اطلعتوا عليه ولا لا، ودي أعرف وش رأيكم أو موقف الوزارة من التبرير اللي نشره. كل ما يتعلق في هذا المقطع ويتعلق في جوانبه كلها حتكون عند النيابة العامة هي التي تحقق في هذا المجال. نعم، أستاذ خالد أبو الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لحضورك معنا في هلا. أرجع لك أستاذ رنا، يمكن سمعتي الكلام، هو على الصعيد الرسمي مدان جدا، ويبدو أنه كما ذكرتي في البداية على الصعيد القانوني أيضا مدان. طبعا. الآن وش الخطوات اللاحقة اللي قانونيا ستتخذ وكيف نصنف هالجريمة؟ أعتقد أنه المتحدث الرسمي يعني ما شاء الله جمع معلومات وافية. بالنسبة للجريمة تحديدا، لو جينا إحنا نتكلم عن العقوبات وهل هي ثابتة فعلا أو لا، يعني في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر في عام 1428 في المادة السادسة في النظام فقرة واحد نصت المادة على أنه إنتاج ما فيه إساءة بالقيم الدينية أو الآداب العامة. طبعا يعني المقطع كان فيه إساءة عظيمة. بالإضافة للمادة الثامنة برضو من نفس النظام اللي هي العقوبة التعزير التغرير بالقصر أو من في حكمهم، أيضا هذه برضو لها عقوبة أخرى مختلفة، لأنه إحنا لو جينا إحنا حللنا المقطع راح تلاقي أنه فيه مادة فيها إساءة وبرضه في قصر كان مغرر بهم وأخرجت صورهم وظهروا يعني في أكثر من تهمة ستوجه له في النيابة؟ طبعا. وش التهم اللي تتوقعين أنها راح توجه له؟ أول شيء اللي هو الإنتاج المادة بشكل عام، وهذه بحد ذاتها يعني هو لو مثلا تكلم بشكل عام بدون إدخال أطفال راح تكون هذه جريمة، لكنها أهون. اي لكن لما دخول الاطفال، لانه في دخل بالموضوع قصر، وهذا اللي اعطى مسوغ لوزاره العمل انها تدخل في الموضوع، لان موضوع الحمايه نظام الحمايه هم المسؤولين عنه وتطبيقه وتفعيله. يعني هذا ايضا عقوبه ثانيه. فاحنا لو نلاحظ نفكك هو متورط باكثر من جريمة أو أكثر من فعل، بالإضافة إلى ألفاظ عنصرية، إساءة عنصرية، ألفاظ نابية يعني سب أو شيء زي كذا. المقطع فيه إيحاءات سيئة جدا. يعني إحنا لو جينا نفككها يعني هي راح تكون، بس الأوضح أنها تكون جريمتين، هي اللي هي الجريمة التغرير بالقصة وإنتاج المادة. وإنتاج المادة وش العقوبات المترتبة على هذه الجريمة؟ طبعا إنتاج المادة المسيئة عقوبة لا تقل عن 5 سنوات سجن، لا تزيد عن 5 سنوات سجن و3 ملايين غرامة، بالإضافة إلى لا تزيد عن 3 ملايين. أي. بالإضافة إلى التغرير بالقصر، التغرير بالقصر عقوبتها أعلى، لأنه هو يقول لك لا تقل عن نصف العقوبة المحددة بالنظام اللي هي 10 سنوات سجن أو 5 ملايين غرامة. معلش ممكن تشرحيها لنا أستاذة رنا؟ الآن النظام يقول إنها لا تقل عن نصف العقوبة. يعني إنه يعني أقل شيء 5 سنوات في نظام الجرائم 10 سنوات سجن و5 ملايين ريال. هذا الحد الأقصى للعقوبة. فيقول لك هي لا تقل عن نصفها، يعني أنه يجب أنه يعاقب أقل شيء بنصفها اللي هي خمس سنوات سجن ومليونين ونصف ريال يدفعها. طيب وش التسلسل الإجرائي الآن؟ وزارة العمل تبلغ وبعدين المفترض حتى النائب العام بحكم السلطة وبموجب النظام له الحق بإصدار أمر إلقاء قبض عليه أيضا، بالإضافة لأنه لو قلنا إحنا النائب العام الآن ما أصدر قرار يكتفى بطلب وزارة العمل أو خطاب وزارة العمل للنائب العام أو النيابة العامة لإلقاء القبض عليه، ويتم إلقاء القبض عليه ونظام الحماية من الإيذاء مفعل ونظام مكافحة الجرائم الإلكترونية مفعل.
في النيابة العامة ويتم معاقبته بناء على ذلك أو التحقيق معه لتحويله للمحاكمة. طيب الآن هو على ما أعتقد يعني أنا دخلت لقناة اليوتيوب كنت أبغى أشوف المقطع من القناة وما وجدت المقطع نفسه. حذفه لهذا المقطع إذا كان فعلا حذفه في المسار القانوني يعفيه من شيء ولا لا؟ المسؤولية القانونية هو خلاص وقع في المسؤولية القانونية وهذا الأمر لا يعفيه. ممكن هو يعطيه مبرر أو أنه تراجع أو شيء لكن لا يعفيه من المسؤولية القانونية نهائي. طيب أستاذ رانا أنت يمكن شفتي نفس السؤال اللي سألته للأستاذ خالد أبو الخيل، هو طلع في فيديو ثاني يحاول يوضح ولا يبرر، ردود الفعل بعد تبريره الناس يقولوا لا أنه يعني عذر أقبح من ذنب، وناس يقولوا لا أنه تبريره منطقي. الرأي القانوني وش يقول؟ أنا شفت جزء بسيط من 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 تبريره. أيه؟ بالنسبة للتبرير هو ذكر أنه مثلا يعني استشهد في ممثلين ومسرحيات أو شيء زي من هذا القبيل. إحنا لما نجي نتكلم عن مثلا ممثلين هم حتى المادة اللي قدموها هي مرت بنقابة أو رقابة أو تمت مراجعتها من أكثر من جهة، فإحنا نتكلم عن عمل منظم ينتج إعلاميا غير لما أنت شخص واحد بنفسك تنتجه بدون أصلا ما يكون في تنظيم للعمل هذا. هذا أولا، فما يقارن نفسه نهائيا بممثلين أو بمثلا مواد منتجة مثل أفلام أو مسرحيات. مثلا هو برر أيضا تبرير آخر أنه كل الناس يسوون هذا الشيء، أنه في ناس كثيرين يمارسون هالفعل إيه، وأنه أسوأ أو شيء زي كذا. فبالنسبة ممكن الأسوأ ترى ما يلاقي انتشار مثل الشيء المبطن أو الغير ظاهر، بالإضافة إلى أنه هذا لا يبرر أنه وقعت المسؤولية الجنائية عليك والخطأ واقع بغض النظر. يعني مو معناته أنه فيه هذا الأمر تكرر والخطأ هذا تكرر من أكثر من مكان أنه أنت يعني خلاص الأمر منتشر وخلاص أنت معفي من المسؤولية، المسؤولية واقعة تماما. طيب الأطفال اللي ظهروا في المقطع هذولا لهم حق قانوني يقدروا يطالبوا فيه؟ أو طبعا أولياء أمورهم. بالنسبة للأطفال واضح أنه هو مغرر بهم أو يتصرفون تصرفات ما هي لائقة لهم عمريا يعني. أو بناء على ما يعني قرأت من التعليقات والآراء وإلى ما هنالك أنه هو طلب منهم أنه يعلقوا أو شيء زي كذا وجمع مقاطع، هذا نوع من أنواع التغرير. أنا بالنسبة لي أشوف أنه تغرير، يعني أنت لما تجي كمشهور تستغل شهرتك وحب الأطفال مثلا لك وتطلب منهم أي شيء ممكن ينفذونه. بالنهاية المفروض أنه أنت حريص لما أنه يكون جمهورك أطفال أنه أنت إيش المادة اللي قاعد تقدمها. يعني بالنسبة لي يعني أعتقد أن الأطفال الآن مغرر بهم، وهذا يمكن الرأي هذا في المادة الثامنة في النظام مكافحة الجرائم الإلكترونية يمكن ما حد تطرق لها، لكني أنا أشوف أنها تغرير. وأنه يعاقب بتهمة ليس فقط نشر وإنتاج أيضا تغرير، يعني هي هو جمع. طيب الآن أستاذ رنا لما يكون في أكثر من تهمة بهذه الطريقة على الشخص خلاص القاضي الآن يعاقب على كل التهم؟ يوقع الجريمة الأكبر. الجريمة الأكبر وش هنا؟ التغرير؟ التغرير عقوبتها أعلى اللي هي 10 سنوات كحد أقصى وخمسة ملايين و... النصف، نصف العشر سنوات والخمس ملايين إيه؟ والحد الأدنى يكون النصف إيه؟ فقط إيه؟ طيب إذا أخذ التغرير تسقط اللي قبلها اللي هي فكرة إنتاج إيه؟ المادة إيه؟ إيه؟ طيب قانونيا هو لو عنده فريق دفاع وش المبررات اللي ممكن تطرح في هذا الصدد؟ ما راح اذكر المبررات يعني لانه احنا ما نقدر نبرر عمل هذا التجاوز والإساءة اي 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 مسيء اجتماعيا. يعني انت الحين تنتج ماده تمثل شريحه كبيره من المجتمع السعودي، خاصه استاذ رنا انه يعني انت تتكلم على مشاهدين كثر لك، يعني هو قناته في اليوتيوب عنده 1,000,000 مشترك اي، لكن ممكن انه مثلا كفريق دفاعي يخفضون من العقوبه او يقللونها لاسباب اخرى خاصه ممكن، لكن ابدا ما في اي شيء. نعم. ممكن قضيه الانتشار وقوته وشهرته هذا يضاعف العقوبه انه لما تكون انت شخص مشهور عندك متابعات كثيره؟ لا لا، احيانا فقط المقطع هو الذي يشتهر، ما يشتهر الشخص او ينتشر الشخص، ومع ذلك العقوبه هي واحده، النشر هو واحد، اثر على كثير او اثر على قليل. طيب
يعني الجريمة واحدة. طيب المتحدث الرسمي قبل شوي يقول إنهم يكتشفوا حالات دائما مشابهة وإنه العام الماضي قبضوا على شخص بنفس الطريقة. صحيح نتذكرها. طيب تتوقعين أستاذة رنا في جهل كبير بالقوانين والأنظمة يدفع هؤلاء الناس إلى مثل هذه الممارسات؟ إيه طبعا أكيد. يعني لو كان يعلم أعتقد إنه العقوبة بهذا الحجم الهائل مستحيل يتجرأ إنه يسويها. في جهل ولكن لا يعفيه من المسؤولية. حتى الجهل المسؤولية الأخلاقية أولا أو الإنسانية. إحنا نتكلم عن الأخلاقية، صعب إنك أنت يعني تفرضها على كل الناس لأنه الناس آرائهم تختلف. ولكن إحنا نتكلم عن المسؤولية القانونية والجنائية. هو واقع يعني لا محالة، ولا تعفيه من العقوبة. جهله لا يعفي من العقوبة. جهله لا يعفي لا يعفي من العقوبة أبدا. طيب الأشخاص اللي ممكن ينتجوا أشياء مشابهة اليوم، كيف تفصلي لهم العقوبات اللي تنتظرهم؟ أشياء مشابهة أو غير مشابهة. أي؟ أنت لما تنتج مادة إنتاج مادة أي مادة يتم إنتاجها من ناحية يعني في أي موقع تواصل اجتماعي المفترض أنه يكون يعني مقدر قيمة هذه المادة اللي يتم إنتاجها ويدرس موضوع أي شيء يتم إنتاجه بغض النظر. إحنا نتكلم عن موضوع الإساءة والإساءات والإيحاءات اللي صارت أو في أي موضوع آخر. يعني فلترة المواد ودراسة المواد وتحضير المادة بشكل جيد راح ينقذك من مشاكل زي هذه ويجنبك المشكلة. أكيد أكيد. طيب اليوم العقوبات اللي تصير على نفس التصرفات هذه اللي تصير في السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي، هي العقوبات نفسها اللي تصير على الطبيعة؟ يعني لا. فكرة التغرير، فكرة التحرش، لا فكرة لا لا الإيحاء. لا لا التحرش والتغرير والإيحاء كل هذه لها عقوبات أخاف، وأحيانا بعضها ما فيها عقوبة منصوصة ولكنها مقدرة من القاضي اللي يسموها تعزير. إيه؟ يعني مش منصوصة، ما في نظام حددها. يعني مثلا ما في نظام مكافحة الرشوة، ما في نظام تحرش فيه، ولا فيه نظام للتحرش، ويدخل من ضمنه التغرير التحرش أيضا. فهي يعني العقوبات الموجودة في الحالية هي مقدرة من حسب كل قاضي وحسب كل جريمة شناعتها تأثيرها إلى ما هنالك. طيب الآن الناس المتابعين المشاهدين كيف ممكن يتصرفوا قانونيا لردع مثل هذه الممارسات؟ هم الناس يعني مش إحنا خلينا يعني نتكلم عن شيء يعني إحنا شفناه حلو ما شاء الله. يعني كل المشاهير في تويتر وحتى المستخدمين للتويتر ما شاء الله كانوا محتسبين، يعني أخذوا الموضوع زي الاحتساب وبدأوا بنشر المادة والتحذير من الشخص وانتقاد الشخص ورفض هذا الفعل تماما ونقده نقد جيد، يعني صراحة مشرف. فسبحان الله يعني هذه قيمة الاحتساب. الاحتساب يعني ما هو محدود في أحد معين أو في مجال معين أو مجال معين، ما هو شرط أنك أنت تكون لك مواصفات محددة علشان تحارب فعل سيء اجتماعيا. يعني اللي صار في هذا الموقف يخلينا إحنا نفتخر بصراحة. طيب أترك لك كلمة أخيرة في هذا الجانب، أبغاك توجهيها للناس المشتغلين على إنتاج مواد إعلامية، وش تقولي لهم؟ طبعا أهم شيء زي ما قلت قبل شوي أنه يكون المادة مفلترة مدروسة صحيح، يعني لا يمنع أنه أنت تأخذ رأي شخص قانوني أو رأي شخص يعني عنده خبرة أو ذو خبرة في المجال، بحيث أنه الواحد يطلع من هذا الحرج الكبير. ممكن يتورط إلى درجة مثل موقف الآن اللي إحنا نتكلم عنه، هذه ورطة عظيمة ممكن تأثر على مستقبل الشخص تماما. الأستاذة رنا الدكنان المحامية شكرا جزيلا لحضورك معنا في أهلا ولكل هذه الإضاءات القانونية. شكرا لك. إذا مثل ما تابعتوا معنا كان رأي الأستاذ خالد بلخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل واضح في هذا الموضوع والإجراءات التي ستتخذ. الرأي القانوني حيال ما شاهدنا سمعناه مفصلا من الأستاذ رنا الدكنان، صاحب المقطع نفسه تواصلنا معه واعتذر عن الظهور أو عن التبرير نهائيا. هناك أخبار قبل قليل من بعض
من بعض الصحف، من بعض الأماكن الإعلامية تشير إلى أنه تم القبض عليه، لكن احنا في انتظار أنه نتأكد من هذا الأمر، وفي حال تأكيده يعني سنعلن لكم إن شاء الله في حينه في حلقة الغد بإذن الله. أنا أشكر لكم متابعتكم لهذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. اصبحوا على خير.